منظمة طلائع البعث في وقفة تضامنية مع أطفال حلب الذين تعرضوا للإرهاب في مدارسهم، موجهين رسالة محبة إلى رفاقهم الأطفال يدينون فيها الإرهاب الذي يستهدف مدارسهم وبيوتهم، ومطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب. العنف اللي أصاب الأطفال في هذه الحرب في كل أنحاء سوريا الحقيقة فاق أي وصف. الهجوم على المدارس، هجوم على المستوصفات، فالطفولة البريئة دفعت ثمن غالي كتير. يعني العمل الإنساني طبعا شيء أساسي، لكن مش كفاية. يعني الكفة هو نهاية الصراع، نهاية الأزمة، بحيث ان شاء الله لما يتم سلام، بحيث ان هؤلاء الأطفال يقدروا يساندوا في بناء وطن ان شاء الله في سلام وأمن. الآن المنظمة تقوم على عدد من البرامج خلال الأزمة باتجاه الطفل، وكنت أشير إلى السيدة هناء سنجر أن برامج الدعم النفسي قد بدأنا بها منذ عام 2012 باتجاه أطفال الوطن، وبالتالي هناك متابعات حثيثة جدا لمراحل هذا الدعم النفسي للأطفال بشكل مستمر. أيضا نحن ننفذ ما ورد في حقوق الطفل في الأمم المتحدة، والجمهورية العربية السورية قد صادقت على حقوق الطفل، على برنامج حقوق الطفل أيضا في عام 1990 بشكل عام. من ضمن حقوق الطفل فضلة، وهذه الحقوق عديدة جدا، هي حقه في الترفيه وحقه في التعليم وحقه أيضا في الحياة لهذا الطفل. الله يحمي سوريا ويرحم شهداء اللي ماتوا. نتمنى ترجع سوريا مثل ما كانت، وإن شاء الله بترجع، ونتمنى تكون خير وكل العالم صحة وبعافية. رسالتنا لنبني الوطن بالمستقبل، مشان كل واحد يعبر عن هوايته، مشان يبني وطنه، ومشان الكون إنه الأم كمان شغلة كتير كبيرة. إذا الواحد فرقها كتير رح يكون يزعل، بس الحمد لله أمي راحت شهيدة والله يرحمها. أطفالنا الشهداء لونوا بدمائهم كتبهم ودفاترهم، ورسموا خارطة الوطن بنور محياهم، وهم يبتسمون لعلم كانوا صباحا يحيونه، وكتاب لن يضموه بعد اليوم بين جوانحهم، تناثرت أشلاؤهم مع بقايا ضحكاتهم وأوراقهم وأقلامهم، وتعطرت مقاعدهم بدمائهم الطاهرة، وفاضت الروح وهي تلهج بحب الوطن والرغبة في الحياة لتحقيق أحلام بحجم سماء مترفة زرقاء. رسالتين متطابقتين من منظمة طلائع البعث وجهت لكل من الممثل المقيم للبرنامج الإمائي للأمم المتحدة في سوريا والممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسف، هدفت للوقوف وتطبيق القرارات المتعلقة بحقوق الطفل ومكافحة